أهلا بكم. السد هو إنشاء هندسي يقام فوق واد أو منخفض بهدف حجز المياه، والسدود عموما تخدم الغرض الأساسي وهو الاحتفاظ بالمياه. أعلى سد في العالم هو سد نورك بارتفاع 300 متر في طاجكستان، وتستعمل مياه المنتجة من السدود في إنتاج الطاقة والتغذية بالماء ومراقبة الفيضانات والسياحة والسقي والملاحة. وتكمن خطورة بناء السد إذا لم يبنى وفق أسس هندسية وجيولوجية معينة، حيث أنه عند تهدمه يؤدي إلى تدمير هائل. أول شروط بناء السد هي الدراسة الجيولوجية، وهي دراسات لطبيعة القشرة الأرضية ونشاطها الزلزالي. ثانيا دراسات هيدرولوجية للمنطقة، وهي كمية الأمطار الساقطة والمياه السطحية. ثالثا دراسات طبوغرافية، وذلك لتمثيل كل التفاصيل والظواهر الطبيعية أو الاصطناعية لمنطقة السد الموجودة على سطح الأرض. ورابعا دراسات جيوتكتونية، كقياس نفادية التربة وقياس خواص الصخور وحساب سعة السد التخزينية وحساب قوة تحمل السد للمياه ومراعاة تصميمه الهندسي ومواصفات مواد البناء والقوة المؤثرة على منشآت السدود وضغط الماء. ولعل أكبر انهيار لسد في التاريخ هو سد بانكيو في الصين. في ذلك الوقت كان الزعيم الصيني ماو تسي تونغ يريد تحديث البلاد، وكان لديه شغف خاص بإقامة السدود، حتى أنه كتب قصيدة تعبر عن هوسه بالسدود. وكان سد بانكيو واحدا من بين مئات السدود التي أمر ببنائها ماو تسي تونغ، لكن الصينيين في ذلك الوقت تجاهلوا تحذيرات خبير الموارد المائية تشين كسينغ، رغم أنهم كانوا قد استعانوا بخبرته لتصميم خزان مياه كبير. كسينغ كان يرى أن الصين تتهور في إقامة السدود، كان يسعى لإضافة مزيد من البوابات السدودية، لكن المسؤولين لم يقتنعوا بكلامه، بل صنف بأنه انتهازي يميني. وفي 8 أغسطس آب عام 1975، أي في اليوم 3 من إعصار مينا، فجأة تصدع السد وأطلق 600 مليار لتر من المياه ودمر قرية بأكملها. اندفعت المياه بارتفاع 10 أمتار وعرض 11 كيلومتر في بعض المناطق وبسرعة 50 كيلومترا في الساعة. بلدة دوان شانغ غمرتها المياه بالكامل، ومات جميع سكانها الذين كان عددهم حوالي 9600 شخص حسب الموسوعة البريطانية. 62 سدا وخزان مياه انهاروا جميعهم في هذا الإعصار، من بينها سد كبير آخر على نهر هونغ كان يدعى شيمانتان. التقديرات الرسمية بعد ذلك قالت أن حوالي 26,000 شخص قضوا في الكارثة، وتبعها حوالي 145,000 قضوا جراء تلوث المياه والمجاعات. خبراء صينيون قدروا أعداد الوفيات بحوالي 230,000 شخص. ودراسة لوزارة الموارد المائية والطاقة الكهربائية الصينية عام 1989 رجحت وفاة 85,000 شخص فورا خلال انهيار السد. غياب وجود نظام انذار مبكر او خطة اجلاء فاقم الكارثة، والخبير الصيني الذي لم تستمع الصين الى نصائح استدعته لاصلاح الاضرار. تنقسم السدود إلى قسمين، السدود الخرسانية الأسمنتية، وتنقسم إلى 3 أنواع. السدود الخرسانية الثقيلة هي سدود ضخمة تقوم بمقاومة القوى الجبارة بشكل كلي من خلال أوزانها، بالإضافة لمقاومتها للهزات الأرضية لأنها تتطلب كثيرا من الأسمنت، ولهذا تعتبر من أكثر السدود تكلفة. والسدود المقوسة تعتبر من أبسط إشكال السدود وأقلها تكلفة من حيث المواد والتصميم من أي نمط من أنماط السدود الأخرى. يستخدم هذا النوع من تصميم السدود في الأماكن الضيقة والصخرية.
وسدود مدعمة، وتميزها عن غيرها هي سلسلة من الدعائم أو التعزيزات تستخدم لنقل القوى المؤثرة على الجدار إلى المنطقة الأخرى الأكثر تحملاً كالأرض أو أساسات داعمة أخرى. والنوع الثاني من السدود هو السدود الإملائية الترابية أو الصخرية، وهي سدود ضخمة مكونة من صخور وأتربة، حيث تعتمد هذه السدود على أوزانها الهائلة في مقاومة القوة الهائلة الناتجة عن المياه المحجوزة خلفها. سد الممرات الثلاثة هو أكبر سد هيدروليكي في العالم، بني على نهر اليانغتسي في الصين، ويعد أيضا واحدا من أكبر المشاريع الهندسية في التاريخ البشري، حيث يبلغ طول جدار السد الذي أكمل بناؤه عام 2006 2.3 كيلومتر، ويرتفع عن قعر النهر 183 مترا، وينتج 22,500 ميجا واط من الكهرباء، أي ما يعادل طاقة إنتاج 18 مفاعلا نوويا. شكرا لمشاهدتكم.